معنا من رام الله مراد حرفوش الكاتب والباحث السياسي المختص في الشؤون الإسرائيلية. مرحبا بك معنا سيد مراد في هذه النشرة. خلاف جديد إذن بين جالانت ونتنياهو، عنوانه هذه المرة هو توسيع العمليات العسكرية في الشمال الإسرائيلي. هل هذا الملف يمثل ضغطا أمنيا فقط على إسرائيل أم يريد نتنياهو توظيفه سياسيا؟ تحياتي لكم للسادة المشاهدين ولقناتكم الكريمة. باعتقادي هذا جزء من الخلاف المستمر ما بين المستوى السياسي والعسكري والتباينات فيما يتعلق بالكثير من القضايا العسكرية والأمنية والتقديرات العسكرية، سواء فيما يتعلق بالحرب العدوانية على قطاع غزة أو توسيع العملية العسكرية في جبهة الشمال. كان بالأول من أمس تصريح من الإعلام الإسرائيلي عن الحكومة الإسرائيلية تتحدث بأن أصبح عودة المستوطنين الإسرائيليين إلى الشمال هدفا أساسيا، بمعنى أن هناك أولوية لدى القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية بعودة المستوطنين هناك، بمعنى فتح جبهة جديدة. ولكن لا أعتقد الظروف العسكرية أو واقع التي تعيش هذه الحكومة تسمح بفتح جبهة جديدة في الشمال أو توسيع العملية العسكرية، وخاصة بعد التقديرات العسكرية الإسرائيلية التي تتحدث بأن الجيش الاحتلال الإسرائيلي منهك في قطاع غزة وهو يحتاج إلى إعادة تأهيل، ولا يمكنه أن يفتح جبهة جديدة تستمر لعدة سنوات لا يعرف نتائج الانتهاء من هذه العملية. إضافة لذلك الأعداد الكبيرة من القوات الإسرائيلية في قطاع غزة متواجدة، لا يوجد أكثر من 101 من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. إضافة لذلك الأوضاع الداخلية في المجتمع الإسرائيلي نتيجة استمرارية هذا العدوان. لكن احتجاجات مستمرة هناك. لكن كل هذا يتزامن سيد مراد مع زيارة المبعوث الأمريكي أموس هوكستين لإعادة اقتراح لنقل مسألة ترسيم الحدود البرية مع لبنان، رفض المقترح إسرائيليا، هذا إلى ما يشي؟ يعني أولا يعني الإسرائيليين في هذه اللحظة تعتبر بأن لابد أن يكون هناك ضربة عسكرية لهذا المؤسسة العسكرية تقديراتها إلى لبنان، وأيضا لابد من عودة الإسرائيليين أو المستوطنين في الشمال إلى مناطقهم، وخاصة بعد ما وسع قوات حزب الله توسيع هذا الاستهداف للعديد من المناطق في شمال فلسطين. وباعتقادي أيضا حزب الله يرفض ترسيم هذه الحدود في هذه الفترة، لأنه اعتبر أن لا يمكن الوصول إلى وقف إطلاق نار في الشمال دون ما يكون هناك صفقة ووقف إطلاق نار في قطاع غزة. لذلك هو مرتبط بهذا الموضوع، واعتبر أن جبهة لبنان جبهة مساندة وجبهة اشتباك وإشغال لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. وباعتقادي أيضا لدى نتنياهو تقديرات سياسية تتعلق بنتائج الانتخابات الأمريكية، ما إذا كان هذه النتائج تساعد نتنياهو للذهاب إلى جبهة مع حزب الله ويفتح هناك معركة قد تطول أمدها، وهذا يحتاج إلى غطاء أمريكي ويحتاج إلى غطاء دولي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما تحذيرات الإدارة بايدن لحد هذه اللحظات لا تريد توسيع رقعة هذا الحرب، ولا تريد من جيش حكومة نتنياهو أن تتوسع في حربها إلى الجبهة الشمالية، لتقديرات القوات تقديرات الأمريكية بأن ذلك سيكون له ارتدادات سلبية على الداخل الإسرائيلي وعلى قدرات قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما إذا فتحت هذه المعركة ما بين الاحتلال الإسرائيلي وبين حزب الله في الجبهة الشمالية. شكرا لك، كنت معنا من رام الله مراد حرفوش الكاتب والباحث السياسي المختص في الشؤون الإسرائيلية.